السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وكل متابعين قناة مسلم في كل مكان. أنا محمد سليم وأنت بتتفرج على برنامج لاب تيو. من فضلك اشترك في القناة ودوس على زر الجرس علشان يوصلك إشعار بأي فيديو جديد ينزل، وما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو عندك علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. يلا بينا. ومع الحلقة الخامسة، لو انت ما اتفرجتش على الحلقات الاربعة اللي فاتوا ارجع اتفرج عليهم وتعالى نكمل الفيديو ده، لان الحلقات مبنية على بعض. يلا نكمل. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الـ end point، نهاية التفاعل. الحلقة دي هنتكلم عن النوع التاني وهو الكاينتيك. ده راجل محترم جدا واقف، لقطوله صورة وهو واقف، مشى شوية وبعد ما هبط ومعدش قادر وقف تاني، ولما وقف أنا لقطله صورة تانية. الامتصاص ده هو بتاع السامبل، العينة، وده ملخص الاند بوينت. تعال نبعد الراجل ده. طيب تعال نجيب واحد تاني، والراجل ده وهو ماشي بدأت لقطله أكتر من صورة على فترات وأوقات معلومة، يعني بلقطله صور وهو بيتحرك، يعني أثناء التفاعل ما هو شغال الجهاز بياخد قراءات وامتصاصات. برافو عليك، هو ده التفاعل الكاينتيك الحركي. بقيس فيه معدل تسارع التفاعل ما بين الإنزيم والسبستريت. والتفاعلات الكاينتيك هنقسمها لجزئين، كاينتيك فيكسد تايم أو تو بوينتس، وكاينتيك نوت فيكسد تايم يعني مالتي بوينتس. تعال نتكلم الحلقه دي عن الفيكسد تايم كاينتيك. احنا عرفنا يعني ايه كاينتيك، يعني حركي. طب تعال اقول لك يعني ايه فيكسد تايم. في تفاعلات الفيكسد تايم، اول ما بحط السيرم على المحلول بعمل لهم ميكس وادخله للجهاز على طول، علشان الجهاز بيبدا يحسب كيرف كده ويرسم كيرف ويبدا يحسب اعتبارا من الزيرو بوينت، اعتبارا من اضافة المتفاعلات مع بعض. والتفاعل يفضل شغال جوه الجهاز، وبعد زمن معين وليكن 30 ثانية الجهاز هياخد قراءة absorption. اول قراءة هسميها initial absorption او initial value، والتفاعل لسه شغال برضو في الجهاز، وبعد زمن تاني محدد وليكن 120 ثانية الجهاز هياخد تاني قراءة، تاني absorption، واللي بنسميه final absorption او final value. يبقى كده الجهاز اخد قراءتين، اتنين امتصاص، الامتصاص الاول بعد 30 ثانية اللي هو الانيشيال absorption، والقراءة التانية او الامتصاص التاني بعد 120 ثانية من بداية التفاعل واللي بسميه الفاينل absorption. كده انا خدت قراءتين two points، يعني انا ثبت الوقت عند 30 ثانية وعند 120 ثانية، يعني كده وقت ثابت. وقت ثابت بالانجليزي يعني fixed time. عرفت بقى الطريقة بتاعتنا سموها ليه fixed time؟ يعني انا انتقيت واخترت وقت انا عايز احسب فيه التفاعل اللي هو ما بين 30 ثانية و 120 ثانية، ده اللي انا عايز احسبه. اي تفاعل حصل قبل 30 ثانية انا مش عايزه، واي تفاعل هيحصل بعد 120 ثانية انا مش عايزه. سهلة؟ سهلة. وعشان كده الفيكس التايم ده نوعين. النوع الاول انكريزنج تايب، هتلاقي الكيرف طالع كده، ودي حاجة اعتيادية او ايجابية، حتى بنسميها فيكس التايم كيمستري بروجريسنج ان بوزيتيف دايركشن، زي ما حضرتك شايف قدامك كده. وخد بالك لازم الانيشيال ابزوربشن يكون اقل من الفاينل ابزوربشن، لذلك ارجوك تابع المنحنى بعينيك. وهنا الجهاز هياخد الفرق ما بين القراءتين دلتا ابزوربشن، ودايما هيطلع بالموجب بوزيتيف. النوع الثاني من تفاعلات الفيكس تايم وهو عكسه بقى الديكريزنج تايب، هتلاقي المنحنى نازل كده، حتى بنسميه fixed time chemistry progressing in negative direction، وبرضو بتابعه بعناية لان الانيشيال absorption هتلاقيه دايما اعلى من الفاينل absorption. والجهاز هياخد الفرق ما بين القراءتين ويحسب الدلتا absorption، وطبعا هتطلع بالنيجاتيف بالسالب. طيب تعالى اقول لك ايه هي مميزات طريقة الفيكسد تايم. اول ميزة انه انتقائي، يعني انا ما بيهمنيش كل مسار التفاعل، لا انا مختار فترة محددة بس في التفاعل عايز اعرف حصل فيها ايه، حتى بنسميها specified time interval. وما تقلقش، الشركة اللي مصنع المحلول كتبة كل البيانات دي في البامفلت، اول قراءة بعد كذا ثانية من اضافة المتفاعلات، وتاني قراءة بعد كذا ثانية من اضافة المتفاعلات.
وبرضو هتلاقيها كاتبه لك درجة الحرارة اللي انت هتظبط الجهاز عليها اللي هي الرياكشن تمبريتشر. طيب لحظة واحدة، يعني ليه الانتقائية بتاعت الفيكس التايم حاجة كويسة؟ هقول لك ليه. في تحليل زي تحليل الكرياتينين، اول ما بحط البيكريك اسيد مع السيروم بيبدا البيكريك اسيد يتفاعل مع الكرياتينين ومواد تانية كتير. المواد اللي بيتفاعل معاها في الاول دي بسميها رابيد انترفيرنج فاكتورز، مواد بتدخل مع الكرياتينين بتتفاعل مع البيكريك اسيد. من اول ما احط السيروم مع البيكريك اسيد بيبداوا يدخلوا في التفاعل في اول 30 ثانيه ويبداوا يقلوا تدريجيا. بعد 120 ثانية بتيجي مواد تاني بس في متأخر بقى، بنسميها slow interfering factors، بتبدأ تدخل في التفاعل برضو مع الكرياتينين. ولكن وجدنا ان اقل مواد متفاعلة داخلة في التفاعل تضايق في الكرياتينين في الفترة ما بين 30 ثانية و 120 ثانية، وعشان كده كان لازم نحسب التفاعل بتاع الكرياتينين في افضل فترة هو بيتفاعل على انفراد مع البيكريك أسيد. عرفنا أول ميزة إنه انتقائي ودقيق، تاني ميزة وهي إنه سريع، يعني 120 ثانية والتحليل يكون خلصان. تالت ميزة ربما يكون أقل تأثرا بالتداخلات اللونية عن الإند بوينت. أما لو جينا لعيوبه فأعتقد أهم عيب لي إنه حاجز الجهاز وشاغل الجهاز على عينة واحدة شغالة جواه طول الفترة دي، يعني ما اقدرش اشتغل ولا اقيس عينات تانية. يعني لو معايا 20 عينة هياخدوا ويستهلكوا ويعطلوا الجهاز 40 دقيقة بس. خلاص دي عيوبه. على فكرة تحاليل التربيديمتري على جهاز الكيمياء بتشتغل بنفس فكرة الفيكس التايم. تعال ناخد مثال على الفيكس التايم، المثال الشهير بتاعنا وهو تحليل الكرياتينين بطريقة جافيل. هاخد الدلتا ابزوربشن بتاعة الستاندرد وهاخد الدلتا ابزوربشن بتاعة السامبل، وبرضو من القانون المعروف بتاعي اللي هو السامبل كونسنتريشن بتساوي السامبل ابزوربشن على الستاندرد ابزوربشن في الستاندرد كونسنتريشن، اللي بعد ما بدخل اول مرة ستاندرد الجهاز بيبدأ يحسب الفاكتور اللي هو الستاندرد كونسنتريشن على الستاندرد ابزوربشن، ويبدأ يحسب من المعادلة الجديدة اللي هو السامبل كونسنتريشن بتساوي السامبل ابزوربشن في الفاكتور. تعال اقول لك الخطوات بسرعة، الخطوات طبعا حسب البامفلت ما بتقول، ولكن تعال اقول لك 500 مايكرون من البيكريك اسيد و500 مايكرون من الصوديوم هيدروكسيد، وهضيف عليهم 100 مايكرون من السيرم او البلازما حسب البامفلت ما بتقول، وفي الانبوبة التانية 500 و500 وهضيف عليهم 100 مايكرون من الستاندرد. تمام، هدخل انبوبة الستاندرد الاول، بمجرد ما بحط المتفاعلات بدخلها للجهاز مباشرة. لو اتأخرت بالكتير او ثانية ثانيتين معاك لغاية 5 ثواني تدخلهم تأخير كده. تمام، ويبدأ يحسب الكيرف بتاعه حسب الستاندرد وحسب الفاكتور. بعد كده هعمل ووشنج، اغسل وادخل الانبوبة بتاعة السامبل، هضيف ال 100 مايكرون بتوع السيرم على ال 1 ملي محلول وادخلها على طول، يبدأ يحسب الكيرف بتاعه وياخد القراءات بتاعته، والجهاز السبكتروفوتومتر هيطلع النتيجة بتاعته على طول. خد بالك لو النتيجة فوق اللينيريتي الحدود بتاعة الكت في القياس انا بلجأ للديليوشن التخفيف. معايا ده التفاعل، دي اول حاجة، دي تاني حاجة. اول حاجة اسمها ايه؟ اسمها لايك، تاني حاجة اسمها شير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.